انت ما بقيتش بس رمز كوره، انت بقيت رمز انساني بشكل عام. امم يور ان ايدول. والله انا مبسوطه انت انا انا عارفه <applause> ان انت بتتكسف في الكلام ده، بس انا بقول لك انا يعني الواحد برضه بيتحمل مسؤوليه لما حد يقول له انا ابني مت... يعني انت عملت حاجه معايا، انت غيرت حاجه فيا. دي كانه ربنا مدينا رساله معينه يعني ده سبب وجودنا في الدنيا. ان انا يبقى عندنا رساله ده حقيقي انا اللي, اللي انا عايز اقوله بس للناس ومن آه غير فلسفه يعني م. هو خد وقت مني طويل قوي أو عشان اوصل المكان اللي انا فيه م. خد شغل كتير قوي عشان اتغير جوه وبره وابقى انسان قبل كويس قبل ما ابقى لعيب كوره كويس آه الحاجه اللي انا كان نفسي اعملها ان انا اوصل للناس الامل ان هم يحققوا ان هم عايزينه م. في ناس كتير ممكن تتفق معايا ناس كتير ممكن تختلف معايا في الاخر انا لما بقول كلمه انا بقولها عشان ليا انا من انا كصلاح ممكن تنفع حضرتك ممكن ما تنفعكش ما تنفعكش انت عادي خد الكويس منها وسيب الوحش الوحش ده نفع معاه بالظبط فسيبه بدل ما تبقى عشان بس انا بعمل لقاء مثلا ببقى عايزه عايز الناس تستفيد منه باي حاجه مهمه بس الشخص اللي بيبقى ورا الشاشه هو بيتفرج على اللقاء بوجهتين نظر م. واحده عشان م. ينتقد وواحده عشان خاطر يستفيد م. على قد ما تقدر استفيد م. لان انتقادك ليه مش فارق معايا م. فاللي انا عايز اقوله ان الناس اللي اي حد بيتفرج على اللقاء ليا يحاول على قد ما يقدر خد اللي انت عايزه واللي انت مش عايزه ارميه في البحر م. ما تستخدموش م. ممكن يفيدك ممكن يفيد حد تعرفه ممكن يفيد ابنك بنتك اي حاجه م. لو اتكلمت ساعه وخدت منها خمس دقايق انت المستفيد مش انا ايوه لو انت قطتني 10 ساعات انا مش فارق معايا اه فاللي <applause> انا عايز اقوله ومش كرور والله <applause> بس اللي انا عايز اقوله اللي هو الشخص اللي بيتفرج انا تعبت عشان اوصل المكان اللي انا موجود فيها <applause> تعبت جدا آه، وفي ايام ما كنتش بنام فيها <applause> فعلى قد ما تقدر الكلام اللي انا بقوله زي ما انا كنت بتفرج بالساعات على لقاءات كتيره الناس عربي وانجليزي ومترجم وكله <applause> عشان استفيد اي حاجه، ما مم. كنتش بقعد اتفرج عشان خاطر انتقي، انا مالي، يعني مم. الوحش بتاعه مش هاخده خلاص. ف فاللقاءات انا عايز اقولها بس عشان دايما بحس ان هو ما بقولهاش لناس كتير في اللقاءات. لما بتشوف لقاء ليا هي... انا ما عنديش مشكله انك تنتقد نعمل اللي انت عايزه، مم. بس حاول تاخد منه الكويس مم. عشان تستفيد منه. يعني هتقعد تدور على الوحش صدقني هتلاقي كتير. يعني هتلاقي كتير. يعني كتير. بص بقى، احنا كلنا محتاجين لك ومحتاجين ناس زيك كتير. بلدنا تستاهل ان فيها ناس زيك كتير يا محمد والله انا شايف ان فيها ناس كتير فيها آه، ناس كتير في ناس بتبقى محتاجه في فرصه وفي ناس في ناس بحس انها مقصره في حق نفسها بس لو ركزت شويه تقدر توصل للي عايزاه صح صح حبيبي